عدنا لكم من جديد مشاهدينا مع ايضا عضو اخرى في الفريق الجميل التطوعي لتوزيع 100 سله غذائيه. يسعدنا تكون معنا ميعاد دليل منسقه هذه المجموعه. اهلا وسهلا فيكي. اهلا بك حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي. يعني ما شاء الله سحايب وما يعطونا فكره جميله عن هذا المشروع، لكن انت المنسقه اللي نسقتي كل هذه الاشياء، حدثينا كيف بدايه يعني انضمامك لهذه المجموعه؟ اول شيء هو كانت فكره مبدئيه مع مي وسحايب، كانت فكره بسيطه، احنا حبيناها تكون اكبر. فتواصلوا معي، تواصلوا مع كثير بنات، احنا عددنا مره كبير، تواصلوا معنا. حبينا انه احنا نكون انه يكون إن كل اسره توصل لها، احنا حابين نعرف الاسر زياده. فاحنا تواصلت انا كمنسقه انه كنا انه اعرف البنات اللي حابين يدخلوا، حابين يكون لهم بصمه في مشروعنا. الحمد لله كان عددنا جدا كبير، الحمد لله انه عددنا انه يسر، يعني ما هو بسيط، لا الحمد لله عددنا مره كبير. فقط جميل صحيح. يعني يمكن هذه يمكن احد الصعوبات صحيح اللي بيواجهوها بالذات الاشخاص. أيوة. اللي هم بيبدوا من انفسهم مو عن طريق يمكن جمعيه متخصصه اكثر في هالمواضيع. اكيد يعني الدعم المادي لهالمشاريع كمان مهم جدا عشان تقدروا تشتروا مؤونات بجوده ممتازه. هل مثلا اتفقتوا مع شركات اغذيه معينه تاخذوا منها باسعار مختلفه عن السوق، او مثلا يعطوا لكم هي من غير مقابل؟ في جمعيات الحمد لله ساعدتنا، ادتنا بدون مقابل. في جمعيات سوتنا ديسكاونت، وفي جمعيات لا بنفس الحال. نفس السؤال. بس الاغلبيه كان انه خذوه بدون شيء. ما شاء الله. الاغلبيه يعني تقريبا بنسبه 70% خذوه، ونسبه 10 انه ديسكاونت، والباقي لا. ما شاء الله قيمته. تبارك الله. ايوه. وهل في بالكم مثلا انكم قاعدين تفكروا يعني تتعاملوا مع السوبر ماركتات الكبيره اللي هي الاسماء الكبيره موجوده في البلد مثلا؟ في بعضها عنده بطايق، في بعضها عنده. ايوه احنا سوينا هذه النقطه، تعاملتوا يعني معها؟ وصلنا. إنه هم فعلا احسهم بيتفاعلوا بالمشاريع الخيريه. شوفي كل نقطه انه نقدر نوصل للعائله ما قصرنا فيها. انه من ناحيه الكروت والاشياء الثانيه حطينا بصمتنا في كل مكان. حلو يعني انه ما خلي... لكن انه تعطيكم هذا السوبر ماركت يعني تقولوا له مثلا انه احنا عطنا مجموعه من الكارد اوكي بعدين انا وزعها. ايوه ما هي مقصره. او انه خل اعطني مجموعه وخلي عندك مجموعه كمان سويناها يعني. حلو. ما غابت عننا. كمان انه حتى لما نتفق مع مسجد انه بنعطيك شيء فلاني وخل لما يجي احد اعطه. سويناها ما شاء الله تبارك. ايوه يعني احنا جمعيات انه الشغل اللي قاعدين نسويه بركاتكم يعني هو منكم، احنا نوزع. يعني ما هو شيء مننا احنا يعني شيء منكم، عشان كذا احنا نحتاج من المجتمع واليها ايضا. ايوه من المجتمع واليها. ممتاز. يعني انتم ما شاء الله بداتوا من اول شعبان توزعوا في هالسلل، والان ايضا قابله للزياده ان شاء الله. في زياده ان شاء الله على الاسبوع الجاي راح نوزع بما يقارب 300. ما شاء الله تبارك الله. باذن الله. حتكملوا في رمضان كمان توزيع سلل غذائيه؟ ايوه صائم. توزيع غير تفطير صائم، انه برضو ايضا توزيع سلل للاشخاص ما وصلت لهم. لو في وصلتنا احنا عاد بنطلع، لان اقول لك احنا عندنا ونبغى. نبغى نوزع، لو فيه حنطلع. جميل. يعني الطريقه الاسرع يمكن اكثر انتشارا الان لتوصيل اي مشروع او اي فكره عن طريق طبعا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه. انتم بداتوا من يمكن الواتساب، نحن السناب شات، الانستغرام فتحتوا فيه اكونت. هذا مهم جدا لنشر اي مشروع، واتوقع يمكن لو كتبتوا فعلا نحتاج يا جماعه دلونا على اسر محتاجه فعلا. وايضا تويتر ممكن يساعدكم كثير. ايوه من حساباتنا الشخصيه احنا اساسا كجروب كامل. من حساباتنا الشخصيه احنا قاعدين نطلع انه اللي تعرف عائله او احد قول لي عشان اوصل لها. فالحمد لله. ما جربت تروح مثلا احياء معينه تحس انه مثلا ممكن الفرع الشباب مو مقصرين؟ ما شاء الله جربوا هالخطوه يعني. اي الحمد لله ما شاء الله. في فرع شباب منكم انا توقعت اللي هم قرايبنا يعني اخوي بس بيساعدوكم كمان في الحمد لله. الواحد كل بني ادم في طبيعته انه يبغى الخير. اكيد ما في بني ادم ما يبغى الخير باذن الله. باذن الله. حلو جميل انه هالتكافل وهالتعاون يعني من اهاليكم اقرباء. شوفي الدعم الاول والاخير ان كنفسينا الاهل. يعني اتكلم عننا احنا كجروب، الاهل هم اللي دعمونا، اللي هم اللي اعطونا الدفعه الاساسيه. يعني ساعدوكم انكم اعطوكم بوش دفعه قدام انكم تتقدموا. ايوه روحوا احنا معكم. وللان في دعم وللان مستمر الان وبكره وبعده وبعده وبعده. الاهل يعني مهم جدا 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 جدا. حتى الله لا يحرمنا يعني. امين ان شاء الله لا يحرمكم دائما هذا الدعم وهذه المساعده كمان. يعني ميعاد ايش حابه تقولي كل كلمه اي انسان قاعد بيشوفنا الحين بيشوف برنامج حياتنا في بذره الخير في بذره العطاء لهم، لكن ما هو عارف كيف يشتغل، كيف ممكن ينضم لكم مثلا؟ اكيد احنا فاتحين الباب الانضمام
بصفة كبيرة، يعني احنا بكافة الأعمار، يعني بكافة سواء ذكر أو أنثى، احنا فاتحين الدعم، يعني إنه إذا أنت حاب تجي حياك، يعني احنا مستقبلينك. فمن الفائدة اللي أنا شفتها هذا الشيء، إنه أي إنسان قادر إنه يعطي يعطي، لا يفكر إنه كيف أنا بعطي. صح. أنت قادر إنه تعطي حياك، يعني تعال وأعطي. امشي الخطوة الأولى وما أيوة. عليك، وبعدها إن شاء الله ربك يسهلها. أيوة. يعني البداية حتكون بداية خير. ميعاد أكيد. يعطيك ألف عافية. الله يعطيك حبيبتي. المشروع، ودائما نقول بركاتكم على الإنستغرام، هي العنوان أو هي الحساب تبعهم، الأكاونت تبع هذا المشروع، جميل ورائع. بالتأكيد. وكل الشكر أيضا لمي وسحايب على هالفكرة الرائعة، وأكيد جزاهم الله كل خير.